بخطى متثاقلة يتوجه مهدي نحو المدرسة، رغم أن سنه لم يتجاوز 7 سنوات، غير أن وزن محفظته يصل إلى 5 كيلوغرام. بارابور للبوا لاج ديالو سي فيري ثقيل بارابور كيما كنا حنا بكري. هو الله تقراي فيري زعما ماهيش كرطاب ولا غير هكذا على بالك دفي رفدو دفي يرمي يقول ماما كي شديه. دائما انا رفدت في السماء انا عييت، ماشي هو انا وحده راني كبيره وعييت. ثقل المحفظة المدرسية مشكل أرق الأولياء وأطفالهم. أنا كرطابي ثقيل وأنا نرفد الصبح وعندي 10 كراريس وربع كتب. تاريخ، الجغرافيا، اللغة، المحاولة، كرة. في أقسام الطور الثاني ابتدائي يصل عدد الكتب إلى 11 كتاباً. الثقل بتاع المحفظة قائم. محفظتي ثقيلة. كي وجعني ظهري بس نعطيها لبابا وعندي 10 كتب و10 كراريس. كتب الجيل الثاني لم تحل المشكل. المراجعة مست المضمون مع الإبقاء على حجم الكتب. فرحنا كي قالوا الجيل الثاني وتخفيف المحفظة وتخفيف الكتاب وبدأوا بالسنة الأولى وسنة ثانية. كنا ننتظر سنة ثالثة أيضا يكون الكتاب بنفس يعني المفهوم أننا نقلص من المواد ونحطها في كتاب واحد، ولكن تفاجئنا بالجيل الثاني 10 كتب لتلميذ تحت 8 سنوات وهذا ما يتقبلهاش العقل. التأثير السلبي لثقل المحفظة المدرسية يظهر على المدى الطويل من خلال مضاعفات صحية على أطفال لا تقوى أجسامهم الهزيلة على حمل محافظ يقارب وزنها ربع وزن التلميذ.